Shada FM. La radio que j'aime. طيب تكلمنا كيما شتي مع يوسف على الثنائيات الفنيه مغني او مغنيه سواء بيناتهم صداقه او فقط كاين صوت يعني مغني معجب بصوت مغني كيغنيو ديوهات. انت شكلتي ثنائي جميل مع رشيد مؤخرا، كل واحد دار طبعا المسار ديالو، درتو بجوجكم برامج ناجحه. الجمهور لحد الان يتحدث عن خلاف رغم انكم خدمتوا في جزيره الكنز، ففين وصلت الامور؟ واش علاقتك الحاليه برشيد علاقه مزيانه ولا مابقاش صداقه ولا علاقه مهنيه؟ التجربة ديالي مع رشيد تجربة اللي دازت بالإيجابيات وبالسلبيات ديالها، تجربة اللي استفدت منها بزاف الحوايج، وتجربة اللي كانت خاصها تدوز في حياتي. ولكن المسار ديالي ما وقفش هنا. انا مستمر ومازال تجارب اخرين غادي يكون، وربما غادي نكون في ديو مع شي شخص واحد اخر في واحد الوقيته عاوتاني. وانا بصدد الاشتغال مع بلا من، لانه مازال مسائل المشروع مع غادي يكون معايا شي حد واحد اخر في مشروع واحد اخر. انا منشط ماشي منشطه. منشط يقدر يولي منشطه هاد الوقيته، راه كلشي وارد. دونك لا، الناس قلتي كيتحدثوا على خلاف، انا شخصيا زعما ما كيوصلنيش هاد القضيه هادي. واش كاين بالنسبه ليا ما كاين حتى شي خلاف مع رشيد، وحنا جوج ديال اختارينا ان كل واحد ياخذ طريقه، وكنظن بانه المشهد الاعلامي ربح جوج ديال المنشطين الاعلاميين بجوج ديال فوالا بجوج ديال الاشكال، كل واحد بالشكل ديالو. وكنظن بان النجاح ديال البرامج ديالنا هو خير دليل على هاد الهضره هادي. اذا هذه خاويه في عمره. لا دي ماشي خاويه في عمره، هذه خاويه في عمره في كخوازي في باس في اورجو. وكتعجبني بالصراحه ديالك هشام. طيب العلاقه صداقه او مهنيه؟ عرفتي فكرتيني في حسن المغربي، عندكم داك الديسك ديالو لا علاقه؟ كيعجبني هذا الديسك. اذا لا علاقه. لا الديسك كيعجبني، ما قلت والو. يعني فقط صداقه او مهنيه اللي بحكم انكم كتشتغلوا مثلا في نعم علاقة صداقة أو علاقة مهنية؟ يعني كنتلاقاو ونشربوا قهوة نخرجوا. لا شوف، هو ربما دخلنا في واحد الدوامة ديال حتى واحد فينا ما بقى عنده الوقت الآخر. نعم فهمتيني. سلمان سولك واحد السؤال، سمحي لي، واش متزوجة؟ لا مازال. مازال نهار غتزوجي غادي تفهمي هاد القضية ديال الصداقة وهذا الشيء، راه ما غيبقى عندك الوقت لوالو. إلا تكافيتي غير مع مراتك ولادك، السلام عليكم. يعني الأصدقاء الآخرين مابقاش كتشوفهم بزاف اللي موالفهم؟ لا والله العظيم لا، ولكن أصحابي أصحابي ديال بصح فاهميني. نعم. أنا مقصر من هذه الناحية، لأنه هذه 3 سنين باش تزوجت تيتبدل عليك الريتم كامل. نعم. فهمتيني، تيتبدل عليك الريتم بواحد 100%. أنا هربت بك لواحد الباس عاود ثاني واحد. عرفت أنا غادي معاك ولكن أنا مدراش باقا. ما مدراش معاك غالا. لا دونك كتبقى علاقه مهنيه وفوالا. نعم. وكل واحد كيشتغل في المسار ديالو وكل واحد كيحاول يطور راسو بطريقته. هادشي اللي كاين. شادا اف ام لا راديو كو جيم.